بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذه الفترة كما كتعرفوا كاين فروض المراقبة المستمرة وبالضبط الفرد الثاني المرحلة الثانية من الدورة الأولى. اليوم غادي ندير معكم فرد كيخص كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي. غادي ندير معكم النموذج رقم واحد على أمل أنني ندير النموذج رقم 2 غدا إن شاء الله. إذا النموذج رقم 1 كيخص التلاميذ والتلميذات اللي سلاو الوحدة الثالثة، إذا غادي يكون داخل فيه الوحدة الثانية وكذلك الوحدة الثالثة، مفهوم؟ إذا نبداو على بركة الله. الفرد فيه 4 ديال الأنشطة ونشاط واحد باللغة الفرنسية. إذا نبداو النشاط رقم 1. إذا النشاط رقم 1 هو كالتالي، عليه 4 ديال النقاط: أصنف الممارسات الضارة من المفيدة للتربة والبيئة بوضع علامة في. إذا هذا التمرين كيخص وحدة التربة، مفهوم؟ الوحدة ديال التربة. إذا غادي نميز الممارسات الضارة بالتربة والممارسات المفيدة للتربة والبيئة، مفهوم؟ إذن عندي 4 ديال الممارسات: أولا الرأي الجائر، ثانيا الرأي قطرة قطرة، ثالثا إنجاز مصدات الرياح، رابعا وأخيرا رمي النفايات فوق التربة. إذن غادي نجاوب بوضع علامة في، مفهوم؟ علامة في. إذن أولا الرأي الجائر سور باتوراج، إذن واش هي ممارسة مفيدة أو لا ضارة؟ إذن هي ممارسة ضارة بالتربة، داكوغ، ممارسة ضارة، لأن الرعي الجائر غادي يأثرنا على الغطاء النباتي واللي غادي يأثرنا بدوره على التربة. الرعي قطرة قطرة، إيريغاسيون باغ غوت ا غوت، إذن الرعي قطرة قطرة هي ممارسة مفيدة للتربة، مفهوم؟ إذن علامة غادي نديرها أمام ممارسة مفيدة. إنجاز مصدات للرياح، لي بريزمون، دونك هما مصدات الرياح، كنجزو داك مصدات الرياح باش ما كيوقعش اقتلاع للاشجار وحتى للتربه، داكوغ. اذا هي ممارسه مفيده. الممارسه الاخيره رمي النفايات فوق التربه، روجي دي ديشي سور لو سول، يعني رمي النفايات فوق التربه، اذا هي ممارسه ضاره، اذا كضر التربه وكذلك كضر الغطاء النباتي، اذا هي ممارسه ضاره بالتربه والبيئه، مفهوم؟ اذا الرعي الجائر هي ممارسه ضاره، وكذلك رمي النفايات فوق التربه ممارسه ضاره، بينما الرعي قطره قطره وانجاز مصدات للرياح هي ممارسات مفيده للتربه والبيئه، مفهوم؟ نمر الان الى النشاط رقم 2. نشاط رقم 2 احضر كاسين بهما الكميه نفسها من الماء، اضيف للكاس الف 20 غرام من حبيبات السكر وللكاس باء 20 غرام من مسحوق السكر. اذا هذا النشاط كيتعلق بالوحده الثالثه الخلائط والذوبان، مفهوم؟ اذا غادي نجيب جوج كيسان هكذا، جوج كيسان فيهم نفس الكميه ديال الماء، واحد فيه غادي ندير 20 غرام حبيبات السكر، مفهوم؟ وهنا سأضع 20 غرام كذلك من ماذا؟ 20 غرام هنا، 20 غرام من مسحوق السكر، السكر، مسحوق السكر، يعني هاد الحبيبات مطحونة زائد مطحونة، إذا بحال داك السكر كلاسي اللي كديروه في الحلويات، مفهوم؟ إذا السؤال هو أضع علامة في أمام الجملة الصحيحة، عندي ثلاثة ديال الجمل، إذا الجملة الأولى ستذوب حبيبات السكر بشكل اسرع، اذا هاد الحبيبات ديال السكر غادي تذوب بشكل اسرع عن المسحوق، اذا هذه واش اجابه صحيحه او اجابه خاطئه؟ اذا هي اجابه خاطئه. سيذوب كل من حبيبات السكر ومسحوقه بالسرعه نفسها، يعني ان هاد الحبيبات ديال السكر وكذلك مسحوق السكر غادي يذوبوا في نفس الوقت، داكوغ، غادي يذوبوا في نفس الوقت في هذه الكميه نفسها ديال الماء، اذا انت هي اجابه خاطئه. اذا الاجابه الصحيحه هي سيذوب مسحوق السكر بشكل اسرع، داكوغ، سيذوب مسحوق السكر بشكل اسرع، اذا هذا الكاس هذايا هذا مسحوق السكر غادي يذوب في الماء قبل من حبيبات السكر، مفهوم؟ اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه الثالثه، مفهوم؟ علاش؟ لان كل ما كانت الحبيبات قدها صغير كل ما كانت سرعة الذوبان أكبر، مفهوم؟ مروا لاكتيفيتي 3، السؤال الثالث أو النشاط رقم 3 عليه جوج ديال النقاط: بوغ بريباري أن غاتو أو شوكولا، باش نوجد واحد الكيك ديال الشوكولاتة أو واحد الحلوى ديال الشوكولاتة. دونك جو ميلونج 400 غرام دو فارين، غادي نخلط 400 غرام ديال الفارينة ديال الطحين، 200 غرام دو 200 غرام ديال الماء، 15 غرام دو ليفور 15 غرام ديال الخميرة، 10 غرام دو سيل 10 غرام ديال الملح، اي 60 غرام دو شوكولا و 60 غرام ديالاش ديال الشوكولاتة. كوش لا كاز دو لا ماس دو ميلونج، دونك غادي نكوشي، غادي ندير علامة علاش؟ على الإجابة الصحيحة، أي كتلة الخليط، مفهوم؟ كتلة الخليط. إذا كتلة الخليط هي مجموع مكوناته، مفهوم؟
عندي 400 غرام وعندي 200 غرام، عندي 15 غرام 10 غرام و 60 غرام. دونك غنجمعهم 400 غرام زائد 200 غرام زائد 15 غرام زائد 10 غرام زائد 60 غرام. داكوغ 60 غرام. اذا الاجابه غادي تساوي هي 685 غرام، 685 غرام. اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه الاولى 685 غرام. اذا هنايا هذا النشاط ممكن نستنتجوا منه داك القاعده ديال ان كتله الماده هي نفسها مجموع كتل مكوناتها. مفهوم؟ اذا غادي نمر الان الى النشاط الرابع والاخير. النشاط الرابع اذا لفصل مكونات خليط الماء والزيت. اذا باش نفصلوا الخليط ديال الماء والزيت نستعمل تقنيه ماذا؟ ما هي التقنيه التي نستعملها لفصل الماء والزيت، لفصل خليط الماء والزيت؟ اذا كما كنعرفوا بان الماء والزيت لو وضعناهم في واحد الكاس غادي يوقع واحد الفصل ما بيناتهم، غادي نحصل على طبقه ديال الزيت وطبقه ديال الماء. داكوغ؟ يمكن لي نستعمل واحد المحقنه باش نفصل الزيت عن الماء. داكوغ؟ اذا غنستعمل تقنيه تسمى تقنيه التصفيق. داكوغ؟ التصفيق هي باش كنحصلوا على محلول مصفق. محلول مصفق. داكوغ؟ محلول مصفق. السؤال الموالي خليط الماء والزيت هو خليط، واش متجانس ولا خليط غير متجانس؟ اذا كما قلنا بان خليط الماء والزيت هكذا مثلا غادي يوقع لي مثلا غادي يبقى لي مثلا الزيت هنا مثلا الزيت وهنا مثلا الماء. داكوغ؟ اذا غادي يكون من السهل انني نفرق ما بين مكونات هذا الخليط. اذا هو خليط غير متجانس، غير متجانس. مفهوم؟ اذا خليط غير متجانس، التعريف ديال الخليط غير متجانس هو خليط يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجرده. مفهوم؟ اذا حظا موفقا للجميع، القاكم في فيديو اخر ان شاء الله في النموذج رقم 2 من النشاط العلمي وكذلك في الرياضيات الى غير ذلك. كنتمنى انكم تكونوا كتستفدوا معايا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. زيدوا دعموا القناه بالضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، كذلك بالاشتراك في القناه ووضع لايك للفيديو. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.